دنيا بطمة تحاول ذقنها إلى خنجر حاد وتصدم الجميع. توم بريز، سلام الله عليكم. أثارت الفنانة المغربية دنيا باطمة جدلا واسعا بأحدث ظهور لها عبر تيك توك وتساؤلات حول خضوعها لعمليات تجميل جديدة. وظهرت المدعوة عبر منصة التواصل تيك توك بأكثر من فيديو، في أحدها كانت تردد أغنية على شانك للفنانة اللبنانية نانسي عجرم. وبنفس الفستان الأخضر الضيق ظهرت باطمة بفيديو آخر وهي تبتسم وتست استمتع بالبودكاست. على فكرة انت تتحبي ازاي ما انت. وما لفت انظر المتابعين هو ان وجه دنيا بطمة اصبح مثلث الشكل، ما فتح باب السخرية والانتقادات ضدها. وجاء في تعليقات: الوجه ما تدري هو معين ولا متوازي اضلاع، ارحموا نفسكم شوي. واخرون: ساخر من طبيب دنيا بطمة معاقبا، ما هو موفق اللي بارح نكها. وتخيل المدعون المتابعين أن الفنانة المغربية تستطيع استخدام ذقنها كسلاح حاد، وكتبت ساخرة تطعن بذقنها. كما في وقت سابق شاركت بطمة متابعة عبر خاصة ستوري على انستغرام مقطع فيديو خلال تواجدها في مركز التجميل، وأضاقت دنيا الخطوات التجميلية وحقن حاجبيها بالبوتوكس وتركيب اكستنشن لرموشها. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.